الأجواء ما زالت في الاستقرار في الأحوال الجوية النهاردة، شايفين درجات الحرارة النهاردة ممكن تعتبر أعلى من امبارح بحوالي درجة أو درجتين، مستمر معانا هذا الارتفاع برضو الثلاث والأربع، ولكن فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة بدأت تقل خلال الأيام اللي جاية. خلاص إن شاء الله يوم الأربع تكون فرص الرؤية المتحسنة تماما على أغلب الطرق، الشبورة المائية هتكون طبيعية هتسمح بحركة السفر على مدار اليوم، هيكون في نشاط رياح مثيرة للأتربة على الطرق خاصة الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المدن الجديدة والصحراوية نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، فهيعمل على انخفاض الرؤية على مدار اليوم ولكن مش بشكل قوي. هنحس ان الأجواء مختلفة شوية في تقلباتها الجوية، هيتغير الاستقرار في الأحوال الجوية اللي شايفينه من يوم 21 ديسمبر مع بداية فصل الشتاء، هتبدأ فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية برضو من الأربع. يوم الخميس هتنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ، متوقع أن ده على كافة الأنحاء يا دكتور، على أغلب المحافظات بالفعل. يعني لو قلنا القاهرة يوم الأربع على سبيل المثال تصل إلى 24 درجة مئوية، فمن المتوقع يوم الخميس أن تصل إلى 19 و20 درجة مئوية بانخفاض حوالي 4 درجات على الأقل. الناس هتحس بيها طبعا نتيجة طبعا تغير الكتل الهوائية مع فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية. تمام، بس إن شاء الله الأجواء برضو معتادة ما فيش فيها أي مشاكل، حتى إن كان هناك أمطار فهي أمطار غير مؤثرة. لا الأمطار متوسطة ما فيهاش مشاكل، ولكن احنا بنقول إن هيبقى فيه تغيرات، احنا كان في استقرار كبير والناس كلها بتسأل الشبورة الكثيفة دي هتستمر معنا ولا لا. لا مش هتستمر، الناس بتقول فين المطر، المطر الموجود هيبقى على السواحل الشمالية وهتنخفض درجات الحرارة، بعد ما كنا بنشوف درجات الحرارة أعلى من المعدلات هنشوف درجات حرارة أقل من المعدلات اعتبارا من يوم الخميس بإذن الله.